الآن أحبتي في الله، أنا أريد أن أبحث عن الحديد في القرآن. دعوني أبحث عن الحديد في القرآن. كلمة حديد ذكرت 6 مرات في القرآن. كلمة حديد ذكرت 6 مرات في القرآن. قل كونوا حجارة أو حديدة. الآية الثانية آتوني زبر الحديد ولهم مقامع من حديد وألنا له الحديد فبصرك اليوم حديد وأنزلنا الحديد. إذن هذه طبعا هنا بصرك اليوم حديد، حديد هنا بمعنى حاد، ولكن خرجت لأننا نبحث عن كلمة حديد. على كل حال هذه الآيات الستة أيها الأحبة، هذه الآيات الستة كم حرفا استخدم الله لبنائها؟ سؤال، يعني أنا أود في البداية أن أطرح سؤالا. حروف اللغة العربية 28 حرفا، يعني الآية الأولى قل كونوا حجارة أو حديدة استخدم الله في بنائها كم؟ 12 حرف. الألف، الواو، واضح؟ تمام. الدال، الحاء، الياء، الهاء، النون، اللام، الكاف، القاف، الراء، الجيم. إذن 12 حرف. الآية التي تليها استخدم الله فيها 22 حرف كما نرى أمامنا. الألف، الياء، طبعا كل حرف وبجانبه تكراره، النون، اللام، الكذا إلى آخره، وهكذا آخر آية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أيضا 22 حرف. اللام، ألف، نون، طبعا البرنامج يرتب الحروف حسب الأكثر تكرارا، الميم 7 مرات، السين 7 مرات، الباء 7، الهاء 6، الزين 5، الدال 5. انظروا عندما تحدد هنا يتلون الحرف بلون آخر هنا بالأحمر. العين 4 معهم منافع ليعلم عزيز. الراء 4 أيضا أرسلنا رسلنا رسله، هناك حرف راء أيضا 4 طبعا موجود هو، لكن البرنامج أحيانا موضوع التلوين هناك خط مناسب للتلوين، هذا الخط الثاني هذا العادي، ينصره رسله. إذن ظهرت 4 حروف. الحاء مرة واحدة فقط في الحديد، يعني حرف الحاء مرة واحدة ذكر إلى آخره. الآن هذه الآيات الستة التي فيها كلمة حديد، لو حددنا هذه الآيات ونظرنا هنا أيها الأحبة كم حرفا استخدم الله في بناء آيات الحديد في القرآن؟ 26 حرفا. تمام أيها الأحبة، واضح؟ 26 حرفا. طيب أنا أتساءل لماذا استخدم المولى عز وجل لبناء آيات فيها كلمة حديد استخدم 26 حرفا؟ دعوني أذهب معكم وأبحث، دعوني أبحث معكم عن الحديد، عنصر الحديد في الطبيعة. يعني إذا كتبنا الحديد هكذا على الإنترنت لأرى هل هناك عدد، العدد 26 له علاقة. انظروا أيها الأحبة هنا ويكيبيديا، انظروا الحديد عنصر كيميائي كذا كذا وعدده الذري كم، كم عدده الذري؟ واضح 26، عدده الذري 26. طيب كم حرفا استخدم الله في بناء آيات الحديد في القرآن العظيم؟ 26 حرفا. تمام أيها الأحبة، استخدم الله عز وجل 26 حرفا. هنا دعوني أكبر قليلا،
هنا أيها الأحبة 26 حرفا. سبحان الله، يعني كيف جاءت هذه النتيجة؟ يعني هل هي مصادفة مثلا؟ هل هذه النتيجة جاءت عن طريق المصادفة؟ أن نجد أن عدد الحروف المستخدمة في بناء آيات الحديد 26 حرفا. المذهل هنا أيها الأحبة، حتى لو استثنينا هذه الآية فبصرك اليوم حديد، دعوني أكبر الخط قليلا فقط. هنا هذه الكلمة لا تعني الحديد العادي، نستثني هذه الآية استثناء، يصبح لدينا 5 آيات. انظروا بقي عدد الحروف كم؟ 26. سبحان الله، يعني حتى لو استثنيت الآية التي ليس لها علاقة بالحديد ولكن فيها كلمة حديد، يبقى عدد الحروف الهجائية المستخدمة في بناء آيات الحديد ذاته هو 26 حرفا، وهو العدد الذري للحديد. يعني أنا أعتقد أن هذه من المعجزات اللطيفة في القرآن، أن يستخدم المولى عز وجل 26 حرف لبناء الآيات ليتحدث بها عن الحديد. يعني سبحان الله، انظروا أيها الأحبة كم الأمر دقيق جدا. الشيء الثاني أحبتي في الله، أن عدد سور القرآن كم؟ دعوني أعود لسور القرآن. هنا عدد سور القرآن 114. طيب 114 ما هو نصف القرآن؟ تقسيم 2 57. 114 تقسيم 2 57. طيب لو قمنا بعرض السور وقمنا باختيار السورة رقم 57، ما هي هنا؟ سنجد أنها سورة الحديد. سورة الحديد، سبحان الله. إذن السورة رقم 57، يعني مركزية القرآن أو نصف القرآن، نجدها سورة الحديد. طيب كيف يحدث ذلك؟ سبحان الله، يعني شيء غريب والله أيها الأحبة، أن نجد هذا الأمر بهذا الشكل المذهل. الآن أحبتي في الله، عدد آيات القرآن، يعني من حيث عدد سور القرآن، قلنا لو أخذنا السور 114، عدد السور 114، المنتصف كم؟ 57، هي سورة الحديد. في أرضنا الكرة الأرضية ماذا يوجد في منتصفها أو مركزها؟ أيضا يوجد عنصر الحديد. يعني عندما نبحث عن طبقات الأرض مثلا، أنا دعوني أبحث عن طبقات الأرض هنا، نكتب طبقات الأرض ونرى مما تتشكل. سأذهب هنا معكم إلى موقع علمي وسأعرضه بعد قليل، بعد أن أفتح هذا الموقع إن شاء الله. هنا أيها الأحبة، لو تأملنا حسب، طبعا دعوني أشارك فقط لكي نشاهد معا عملية البحث عن مركز الأرض. يعني مركز القرآن وجدنا سورة الحديد، قسمنا آيات سور القرآن 114 تقسيم 2 أعطانا رقم 57، ذهبنا للسورة رقم 57 وجدناها سورة الحديد. وهناك أيضا أحد نظائر الحديد المهمة جدا، له خصائص مغناطيسية
وزنه الذري 57. سبحان الله. يعني الآن سنبحث عن طبقات الأرض، ماذا يوجد في مركز الأرض؟ ماذا يوجد أيها الأحبة في مركز الأرض؟ أنا بحثت هنا عن Earth Layers، يعني طبقات الأرض. انظروا أيها الأحبة، طبعا هنا كما نرى معظم المواقع، يعني مثلا الموسوعة الحرة هنا مثلا لو أخذنا، طبعا هذه الصورة موجودة، الصورة هذه في موقع وكالة الجيولوجيا الأمريكية، موقع وكالة الجيولوجيا الأمريكية. انظروا أيها الأحبة، لو قمنا بعد الطبقات من الأعلى إلى الأسفل، الطبقة السطحية هنا القشرة، ثم غلاف صخري رقم 2، ثم 3 طبقات وشاح هذه باللون الأصفر والبرتقالي، 1 2 3، كم أصبح المجموع؟ 5، 1 2 3 4 5. وهناك نواة داخلية ونواة خارجية، أصبح المجموع 7، 1 2 3 4 5 6 7. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الطبقات حقيقة لم أرسمها أنا، ولم يرسمها شخص بناء على تصورات قديمة كما يدعي بعض الملحدين أن القرآن أخذ من الأساطير القديمة التي تقول هناك 7 أراضين وسبع سماوات وكذا. هذا موقع الموسوعة الحرة، وأخذ هذه الصورة من موقع وكالة الجيولوجيا الأمريكية، ورسموا الأرض بطبقاتها 7. الطبقة الداخلية هذه التي هي النواة الداخلية، مما تتألف أيها الأحبة؟ مما تتألف؟ طبعا هنا القشرة وال إنر كور، يعني هنا سأقرأ معكم النواة الداخلية، النواة الداخلية أيها الأحبة. طبعا هنا تقريبا تبلغ درجة حرارتها 13,000 درجة، 13,000 درجة مئوية. تصوروا الظالمة، يعني أنا أستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين. 7 أراضين تطوقه. تخيل إنسان يعيش في درجة حرارة 13,000 درجة مئوية. طبعا أيها الأحبة، هنا يكتبون أن هذه النواة مركز الأرض في معظمها تتشكل أو تتألف من ماذا؟ ماذا؟ من الحديد. أنا أكبر هنا فقط لنرى. إذن معظم نواة الأرض تتشكل من عنصر الحديد، من عنصر الحديد. طيب، يعني أنا أود أن أتساءل أحبتي في الله، دعوني أعرض الصورة من جديد. صورة جميلة جدا، هذه حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية، طبعا حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية. وهنا أيضا لدينا نواة الأرض حسب موقع ناشونال جيوغرافيك، أيضا يشرحون طبقات الأرض. الطبقة الداخلية هذه موجودة على موقع ناشونال جيوغرافيك. يعني أنا أوجه رسالة للملحدين والمشككين، كلما نزلنا بحث يقولون: أين تأتي بهذه الصور الغريبة والعجيبة؟ أنت رسمتها، أنت كذا. أين هنا أمامنا يظهر أيها الأحبة، يعني أنا تقصدت أن أعرض مباشرة المعلومة، أبحث وأعرض على الإنترنت مباشرة. هذا موقع ناشونال جيوغرافيك، موقع ناشونال جيوغرافيك،
يعرض صورة لطبقات الأرض السبعة، يعني دليل أنها معتمدة، يعني لسنا نحن من رسمها. وكانت الجيولوجيا الأمريكية والموسوعة الحرة وناشونال جيوغرافيك مواقع كثيرة اعتمدت هذه الصورة لأنها صحيحة بكل بساطة، يعني بكل بساطة صورة صحيحة. والقرآن يقول الله الذي خلق سبع سماوات، يعني طباقا سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن، أي سبع مثلهن بالعدد ومن حيث الطبقات. وهذه الصورة توضح تماما هذا الأمر أيها الأحبة. نواة هذه الأرض هنا، هذه النواة تتألف من ماذا؟ من الحديد، تتألف من عنصر الحديد. هذا الحديد انظروا هنا هو الذي يعطي أرضنا هنا أيها الأحبة على اليمين، هذه هي الكرة الأرضية. هذه النواة الحديدية هي التي تعطي هذا المجال المغناطيسي، هذه خطوط المجال المغناطيسي الهائل الذي يشكل درعا لوقاية الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن هذا الغلاف الحديدي أو المغناطيسي بسبب النواة الحديدية، لولاه لاخترقت أشعة الشمس هذه، هناك رياح شمسية قاتلة، من الممكن أن إذا أصابت الأرض مباشرة يمكن أن تدمرها على فكرة. يتصدى لها هذا الغلاف المغناطيسي القوي، هذا هو أيها الأحبة. طبعا هذه رسم 3D يعني ليست صور حقيقية. هذا الغلاف يمتد لأكثر من 60,000 كيلومتر فوق سطح الأرض، هذا الجدار أو الدرع أو السقف، سقف، انظروا هذه هي الأرض وهذا سقف مغناطيسي خفي غير مرئي، سقف مغناطيسي. لذلك قال تعالى وجعلنا السماء سقفا. السماء طبعا كل ما يحيط بالأرض، كل ما علاك فهو سماك، من فوق رؤوسنا حتى أبعد مجرة هذه هي السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن أيها الأحبة، وهنا طبعا التيارات الحرارية في باطن الأرض و هنا أيها الأحبة يقول هذا الموقع، هذا موقع ناشونال جيوغرافيك، يتحدث هنا عن الطبقة المحيطة بالنواة، يقول The outer core is liquid iron while the inner core are solid iron and nickel. إذن الحديد طبعا موجود نسبة قليلة في النواة الداخلية من عنصر النيكل. إذن النواة الداخلية حديد صلب، والنواة الخارجية هذه هنا الداخلية في المركز، هذه حديد صلب، وهنا النواة الخارجية تحيط بها حديد سائل. إذن الحديد يتركز في مركز الأرض، وفي مركز القرآن لدينا عنصر الحديد أيضا. تمام أيها الأحبة. طيب دعوني أعود معكم إلى برنامج إحصاء القرآن لنرى كيف أن هذه المركزية أيضا تتجلى بطريقة جميلة جدا. وهذه الملاحظة أرسلها لنا الأخ المهندس عمر بلال، أحب أن أذكر اسمه دائما، يعني الله أكرمه باكتشافات مذهلة في إعجاز القرآن العددي. الآن أيها الأحبة، قلنا إن السورة المركزية سورة التي رقمها 57 التي تقع في منتصف السور هي سورة الحديد. طيب ما هي الآية المركزية؟ أنا لدي 6236 آية، أريد أن أبحث عن الآية التي تقع في المركز بالنسبة لعدد الآيات. أريد أن أبحث عن الآية التي تقع في المركز رقمها
6236 تقسيم 2 يعطيني 3118. سأبحث عن الآية رقم 3118 هنا أيها الأحبة، الآية رقم 3118 هنا. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. هذه الآية هنا في سورة الشعراء. الملفت للانتباه أن رقم هذه الآية هو 26، نفس العدد الذري للحديد. يعني الله تعالى وضع في مركز القرآن من حيث عدد السور 114 تقسيم 2 57. السورة رقم 57 ما هي؟ هي سورة الحديد. انظروا أيها الأحبة، هنا في مركز الآيات، آيات القرآن 6236، منتصف هذه الآيات يعني 6236 تقسيم 2 يعطيني 3118. الآية رقم 3118 حسب تسلسل آيات القرآن هي في سورة الشعراء، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. رقمها 26، نفس العدد الذري للحديد. سبحان الله، يعني شيء أيضا له علاقة بالعدد الذري للحديد. الآن آية الحديد، دعوني أذهب معكم إلى آية الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هنا أيها الأحبة، هذه الآية أحبتي في الله رقمها طبعا 25، رقم هذه الآية 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سبحان الله، إذن إن الله قوي عزيز. إذن أحبتي في الله، هذه الآية هنا ذكر فيها الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طيب أيها الأحبة، أنا الآن أريد أن نتأمل رقم سورة الحديد. ما هو رقم سورة الحديد؟ 57. لو ذهبنا إلى الطبيعة نجد أن الله تعالى جعل للحديد عدد من النظائر، مثلا أنا أعلم النظير 56 وهناك نظير 57 ونظائر أخرى كثيرة، ولكن من أهمها العنصر المستخدم له خصائص مغناطيسية هو الحديد 57، الوزن الذري أو الكتلة الذرية 57، نفس رقم سورة الحديد. سبحان الله. طيب هنا انظروا أحبتي، الله سبحانه وتعالى يعني وضع هذه الآية في مكان مميز، وضع هذه الآية في مكان مميز أيها الأحبة. سورة الكهف تذكر الحديد أيضا، سورة الكهف تذكر الحديد. طيب لماذا ذكر الحديد في سورة الكهف؟ لو قمنا بأخذ عدد حروف القرآن 322604 وأخذنا الحرف المركزي، الحرف المركزي في القرآن، يعني قسمنا 300 كما فعلنا مع الآيات ومع السور، 322604، سأستخدم الآلة الحاسبة الآن، 322604 على 2
بيعطينا 161,302. أنا إذا أردت أن أذهب هنا من خلال البرنامج أيها الأحبة إلى الحرف رقم قلنا 161,000 وكم؟ 302. إذن 302 ستكون هذه الآية أيها الأحبة: حتى إذا ركب في السفينة. هنا منتصف القرآن، منتصف القرآن هذا الحرف، حتى إذا ركب في السفينة، هنا منتصف القرآن، يعني هنا عدد الحروف لغاية كلمة ركب يساوي عدد الحروف من بعده إلى نهاية القرآن. إذن مركز القرآن من حيث عدد الحروف نجده في سورة الكهف. طيب لماذا سورة الكهف؟ سورة الكهف ذكرت الحديد على لسان سيدنا ذي القرنين عندما قال: آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد. إذن هناك علاقة بين سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وبين ماذا؟ سورة الكهف التي ذكرت عنصر الحديد وفيها الحرف المركزي. طيب كم عدد الآيات من سورة الكهف إلى سورة الحديد؟ دعوني هنا أقوم بإحصاء عدد الآيات من سورة الكهف رقم 18 إلى سورة الحديد. سأجد أيها الأحبة 2964 آية. هنا أيها الأحبة 2964 آية، هذا العدد يساوي 114 مضروبا في 26. سبحان الله. لكي تتضح لنا الصورة دعوني أعرض لكم ملف وورد أنا جهزته مسبقا، نتأمل من خلاله هذه الأرقام الرائعة حقا. يعني هنا أيها الأحبة نبدأ سورة الحديد رقمها 57، وأحد نظائر الحديد العدد الذري للحديد 57، أحد نظائر الحديد 57. الآية المركزية قلنا رقمها، يعني إذا قسمنا عدد آيات القرآن على 2 نقصد المركزية تقسيم 2 3118، تقع في سورة الشعراء رقم الآية 26 هو نفس العدد الذري للحديد. الكلمة المركزية في القرآن أو الحرف، الكلمة المركزية تقع في سورة الكهف، يعني لو قمنا بتقسيم عدد كلمات القرآن 77,432 عدد كلمات القرآن قسمناه على 2 نجد أن الكلمة المركزية تقع أين؟ في سورة الكهف، والحرف المركزي يقع في سورة الكهف أيضا. طيب سورة الكهف تذكر الحديد. الآن عدد الآيات من سورة الكهف، من سورة الكهف إلى سورة الحديد كم؟ من الكهف إلى الحديد لو قمنا بعد الآيات نجد 2964 آية يساوي 114 مضروبا في 26. العدد 26 هو العدد الذري للحديد، و114 عدد سور القرآن، لأننا بالأساس تعاملنا مع العدد 114 عندما قسمناه على 2 أعطانا 57، أحد نظائر الحديد. وهنا أيضا أيها الأحبة عدد حروف كلمة حديد في الآيات من أول سورة الإسراء لآخر مرة ذكرت فيها الحديد. طبعا نحن عندما نبحث عن كلمة حديد نجد أن أول مرة ذكرت أين؟ في سورة الإسراء.
قل كونوا حجارة أو حديدة كما رأينا قبل قليل. لو قمنا بعد حروف كلمة حديد في الآيات من أول الإسراء لآخر مرة أو لآخر سورة ذكر فيها الحديد، كم يكون لدينا عدد الآيات، عفوا عدد الحروف، حروف كلمة حديد الحاء والدال والياء والدال؟ 17940. هذا العدد يساوي 69 في 26 في 10. 26 هو ماذا؟ العدد الذري. انظروا كيف يظهر معنا دائما العدد الذري للحديد. الآن العدد 69 هو عدد حروف كلمة حديد في الآيات الخمسة لكلمة حديد 69، وهو عدد أيضا سنوات نزول القرآن 23 مضروبا في 3. طيب أحبتي في الله، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، الحقيقة هناك نتائج كثيرة جدا جدا في موضوع إعجاز القرآن من الناحية الرقمية، والقرآن كله كتلة متشابكة مع بعضه، لا تستطيع أن تغير كلمة أو تبدل كلمة أو تغير حرف أو تبدل حرف. هذا القرآن أشبه بشبكة رقمية محبوكة بشكل محكم، لا تستطيع أن تغير فيها أي شيء. هذا ما وجدته وما وجده الكثيرون في هذا الكلام العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الأمر يلجم الملحدين ويطمئن المؤمنين. يعني أنا أطمئن عندما أجد هذه الدقة في القرآن الكريم، أنا أطمئن، لأننا أيها الأحبة بحاجة، حتى النبي كان بحاجة لليقين، حتى سيدنا إبراهيم وهو خليل الرحمن قال الله في حقه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. حبيبكم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله في حقه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة لمزيد من اليقين. كيف نحصل عليه؟ من دراسة معجزات القرآن في اللغة، في البيان، في الفلك، في الطب، في جسم الإنسان، في الطبيعة، في الحشرة، وفي أيضا هذه الأرقام العجيبة جدا أيها الأحبة.